هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لمنح سموه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن ذلك التكريم تتويج لجهود سموه حفظه الله ورعاه الجليلة وإسهاماته المشهودة في مجالات العمل الخيري والإنساني، باعتباره اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنساني لسموه حفظه الله ورعاه ومبادراته الطيبة في كل بقاع العالم، مما وضع الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني. كما عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح للنتائج الطيبة والمثمرة للزيارة التاريخية المثمرة التي قام بها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، ولقاء سموه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكبار المسؤولين فيها، والتي تركزت على سبل توثيق روابط الصداقة الوطيدة بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المشتركة وتطويرها بمختلف المجالات، بالإضافة لبحث الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الخليجية وتعزيز جهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب. وبمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام، عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الجبارة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن بما حققته موسم هذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع. وفي سياق آخر، كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد جداول زمنية تفصيلية تحدد آلية تشغيل الخدمة العامة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ومراحل الإنجاز، على أن تقوم المؤسسة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير خلال أسبوع من تاريخه.